نظمت هيئة تنشيط السياحة وإدارة الشرطة السياحية وبدعم من منظمة المساعدة الإسلامية البريطانية في مقر هيئة شباب كلنا الأردن فرع معان مؤتمرا للأطفال أصدقاء السياحة في المحافظة. وتمحور المؤتمر حول تعريف الأطفال بقيمة السياحة وفوائدها والاستفادة منها وتهيئتهم مستقبلا لدخول سوق السياحة والانخراط في سوق العمل وكيفية التعامل مع السياح وتمثيل الأردن بكل معايير الرقي والتقدم أمام زائريه. وتخلل المؤتمر حوارات ومحاضرات زودت المشاركين بمزيد من المعرفة. تم هذا اليوم في محافظة معان اطلاق مشروع أصدقاء الشرطة بالتعاون فيما بين مديرية الأمن العام وهيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع هيئة شباب كلنا الأردن، وحيث أن موضوع السياحة هو واجب وطني على كل واحد فينا، والتسويق لوطننا الحبيب في مواقعه السياحية حيث يتوفر في بلدنا الحبيب جميع المواقع سواء السياحية أو الدينية أو السياحة العلاجية. الهدف من هذه الزيارة أو من هذا المشروع هو مشروع كبير يضم كافة مناطق الأردن الأثرية للتعريف على المناطق الأثرية حقيقة في الأردن، ومن خلال هذا التعريف نستطيع اللي هو زيادة الدخل للإنسان اللي موجود وتخفيف اللي هو الفقر في المناطق. التقينا مع نخبة من أبنائنا الطلبة في محافظة معان لتأهيلهم لهذا البرنامج حتى يكونوا سفراء للسياحة الأردنية، والتأكيد على ضرورة كيفية التعامل مع السائح والتعامل مع المواقع السياحية الأثرية. وسيتم إن شاء الله اختيار 5 طلاب من هذه المجموعة ليكونوا ضمن المؤتمر الوطني العام لأصدقاء السياحة.